اتكلم مع حضراتكم اترجم شويه الارقام اللي قالها دكتور احمد بيومي على ارض الملعب. كابتن ماهر حضرتك كنت بتتكلم ان كمان كان عندك تجربه في الدوري السوداني والرقم اللي قاله بيومي ان الهلال السوداني ما تهزمش ولا مباراه على ارضه بعد تقريبا 17 مباراه في الدوري، ما تهزمش ولا مباراه على ارضه. ده ينقلنا للحته الفنيه، هل هم يعني اقوياء في النواحي الدفاعيه بيعتمدوا زي ما بيقول على الكرات العرضيه بشكل كبير؟ الاجواء كمان اللي حضرتك عشتها هناك نترجم ازاي دوت ونستفيد منه كنادي اهلي ازاي في مباراه بكره ان شاء الله؟ هو مباراه بكره هاني انا في رايي هتعتمد على الدوافع، الدوافع هنا مشتركه بين الفرقتين. هو عايز يكسب الاهلي بطل القرن وجاي من كاس العالم للانديه واسم النادي الاهلي الكبير، فدي هتدي الدوافع للهلال السوداني. بجانب الكابتن كمان خلي بالك هو مغلوب اول مباراه امام صن داونز، وبالتالي المباراه يعني عايز يعوض، عايز يعوض بلغه الكوره. بالظبط. في نفس الوقت يا هاني احنا كمان لازم نحترم الهلال، احنا طول عمرنا الحمد لله بنحترم كل الفرق. اكيد اكيد. لكن الالتحامات مهمه جدا يا هاني، المبادره مهمه جدا، انك انت في كل كوره تشترك فيها تاخدها. ديت هتفرق معانا بشكل كبير جدا في التحامات الثنائيه طبعا في كل كوره، في الهواء في الارض في الجناب. الحاجه الثانيه انا شايف ارضيه الملعب هتساعدنا بشكل كبير، ان احنا معظم لعبتنا لعبه كوره هتساعدنا في الاستحواذ بشكل كبير، انك انت تقدر تبني الهجمه من تحت، واحنا متعودين ان احنا نبدا الهجمه من تحت ثم الاطراف ثم في نص ملعب الخصم، نقدر نشتغل على الجمل التكتيكيه اللي نقدر نشتغل عليها. زي ما قال احمد كده كمان في الحاجات الدفاعيه هم اول مره بيمتازوا بالكروسات العرضيه المؤثره على الفرق، وده اسلوب جديد بيرجع للراجل المدير الفني. صحيح. ما كانش موجود في الكره السودانيه، الكره السودانيه بتعتمد على الكره الطويله ثم الكره الثانيه والالتحامات. المهاره عندهم هم عشان لعيبه جمهورهم بيحب المهاره هاني، يعني بيحب الترقيص وبيحب الحاجات الجميله، الحاجات اللي بتخلي الجمهور يسخن. لكن الحاجات الفرديه، المهارات الفرديه المهاريه دي، لكن الحمد لله ما فيش جمهور، فالجزئيه دي هتبقى بالنسبه لنا يمكن افضل. الحاجه الثانيه لازم نحافظ في اول ربع ساعه ما يجيش فيه عشان ما تطمحوش، يعني طول ما انت محافظ في استراتيجيتك في المباراه، طول ما انت محافظ خطوطك الثلاثه قريبين تحت الكوره وانت بتدافع ثم الاستحواذ ثم النقلات ثم استغلال الفرص بالنسبه لك اذا كانت الكره ثابته او كره مرتده نقدر نباخد بيها الهلال بهدف مباشر. كابتن محمد على المستوى السردباكات، ولو حضرتك بتحضر نفسك لفرقه بيتقال لك من خلال التحليل الفني للفرقه دي بتلعب كرات عرضيه كثيره جدا سواء من اليمين او الشمال، ايه اللي تقوله الاثنين سردباكاتنا او خط دفاعنا بشكل مباشر لتقليل خطوره هذه يعني هذا الرقم التحليلي اللي هم بيلعبوا كرات عرضيه بشكل كبير؟ يعني هو في حاجتين، هو طبعا موضوع التركيز ده مهم لكل اللعيبه مش المساكين بس، انما بالتحديد على الكرات العرضيه لازم المساك يبقى واخد البوزيشن الصح دايما مع الراجل اللي هو ماسكه، لان الوقفه الصح ثلاث ارباع اخذ الكوره. ده صحيح. يعني دي اول حاجه، دي لازم يبقى واقف صح بينه وبين الجون اللي وراه وبين المهاجم اللي قدامه، وعلى حسب الكرة جاية منين، جاية يعني قصيرة جاية عالية. أهم حاجة كمان المساك يروح للكرة ما يستناهاش، لأن في ال 18 أو في ال 6 يارد بتبقى يعني زي ما بنقول لو المهاجم لطش بس كده بتخش الجون أو بتعمل خطورة، فإزاي إن أنا أمنع الكرة عن المهاجم إن أنا أروح لها، سواء لو ملعوبة على القصيرة ممكن أروح قبله، أو لو راحه برضو جاية عالية لازم أنا أعمل التايمينج قبله من قدامه وأخدها. طبعا دي حاجات مهمة، بس الأهم من كده برضو ما هو في حاجة مشتركة بيني وبين الأجناب. صحيح. إن أنا إزاي أمنع أساسا الكرة الأرضية، ودي حاجة مهمة جدا، أو ومش هقدر أمنعها مليون في المية أو 100%، بس على الأقل طالما فرقة بتمتاز بالكرة العرضية يبقى أنا لازم أقلل من نسبة العرضيات واسيب النسبه اللي هتتلعب دي اسيبها للمساكين. اللي انا عايز اقوله بقى كمباراه عامه، يعني دايما اي مباراه كابتن هاني بتبقى يعني مباراه في البدايه نفسيه ما بين الاجهزه مع بعضها البعض، وما بين اللعيبه.
هو زي ما انت بتقول هو مغلوب الماتش الاولاني ماتش على ارضه، دايما في دوري المجموعات بتحصل اكتر كم من النقاط على ارضك على الاقل عشان تقدر صحيح. تنافس او تعدي. فهو الماتش الاولاني عامل له مشكله دلوقتي ان هو ماتش على ارضه ايا كان المنافس، هو عايز يكسب باي طريقه عشان يعوض الفريق ده. نستفيد من ده يا كابتن ان احنا ممكن جدا يكون مش عندنا تحفظ دفاعي، النادي الاهلي بيلعب دايما بشكل طبعا متزن، لكن الامور دي بتتخذ في الاعتبار ان هو هيجي لربع ساعه الاخيره ممكن جدا يفتح كل خطوطه، لان بالنسبه له التعادل طبعا زيه زي الهزيمه بشكل او باخر. وبالتالي هل السيناريو اللي هيحطه مستر كولر متاخد في الاعتبار هذه الجزئيه ان هو تحت ضغط كمان الفوز، ان يعني الهلال مطالب بالفوز؟ انا في رايي النادي الاهلي زي بقول لك المقدمه اللي قلنا راجع من مونديال كاس العالم، النادي الاهلي باسمه الكبير في القاره ونادي القرن وكده، ما انا لازم استفيد من التجربه بتاعتي في المونديال، استفيد ان انا بقى عندي شخصيه، الشخصيه دي اظهرتها حتى قدام مستوى اول في الكوره ريال مدريد وفلامينجو، كان بان شخصيه النادي الاهلي ان انا مع دول وما رحتش ادافع صحيح. انا كنت بهاجم وفي نفس الوقت استفيد من الاخطاء اللي حصلت لي ان انا ما ضيعش فرص، انتهز الفرص، ابتدي بقى اركز في نسبه احراز الاهداف من الفرص اللي بيجيلي، وفي نفس الوقت برضو ما غلطش الغلطات اللي كان يعني انا هناك المشكله اللي كانت حصلت بغض النظر عن الاداء انا بعتبره كان كويس، وضد المقوله اللي بتقول ان المستوى الاهلي مذبذب، لا النتيجه ممكن اختلفت شويه نتيجه للظروف اللي احنا بنقولها الغلطات، ان انا رحت على المرمى اكتر من مره ما احرزتش، وفي نفس الوقت اخطاء بسيطه جدا جدا وصلت بيا. فزي ما قلنا مره قبل كده ان سهل قوي ان انت تعالج الاخطاء الفرديه. صحيح. كابتن بتتكلم لغايه الدقيقه 89 وانت 2-1 امام ريال مدريد، وكنت قريب انك تتعادل بالزبط. وبعدين في خلال 3-4 دقائق النتيجه كبرت بشكل مش لا يليق او لا يعني ما يقولش دي نتيجه المباراه الطبيعيه. فده اللي خرجنا منه من كاس العالم للانديه، الحقيقه انا وكل الاهلاويه فخورين جدا جدا بلاعبتنا، وده ان شاء الله ينعكس كمان على البطوله الافريقيه بشكل ايجابي. مكسبك ان شاء الله بكره في البدايه، في بدايه المباراه، ان نادي الهلال يعرف ويتاكد، هو عارف طبعا النادي الاهلي هيلعب بكره، انما يتاكد في الملعب انه النادي الاهلي صحيح. جاي دي نقطه مهمه جدا، جاي اكسبك في ملعبك، دي نقطة الحته مهمة. النفسيه والضغط من البدايه كابتن ماهر طبعا هو اللي هيفرق، ما بقاش فيه دلوقتي ان انا لان زي ما بقول لك انا لعبت مستويات كبيره وكنت ند وسجال للمباراه وكنت بهاجم، ففي ماتش زي ده لازم برضو اروح اقول له ان انا جاي اكسبك برضو عندك يعني. ان شاء الله هستاذنكم.